المعارك أكيد جاية لحد عنا ورح تشوف، ويوم بتندلع الحرب رح أوفي بوعدي اللي قطعته لأبي بيوم من الأيام. وعدك؟ إيه، بابا كان نقيب بالجيش الهندي، وكان في عنده حلم واحد إنه يصير ابنه ضابط كبير بالجيش، وأنا قررت إني رح صير ضابط. ويوم اللي صرت ضابط قال لي: يا ابني لازم تقدم 5 للهند، و5 لإلي أنا، و5 تانيات لأمك، و5 لزوجتك، و5 مشان أولادك وبناتك. يعني بالمحصلة لازم تقتل 25 جندي للعدو على الأقل بالمعركة، وإذا قتلت أكتر من هيك فاعتبر هدول الزيادة مكافأة لرفقاتك. طيب شغلة المكافأة وفهمناها، بس حبيبي إذا إجت رصاصة بصدرك ما رح تبقى عيلتك إلا مع مبلغ التعويض. لا تواخذني، إذا كنت خايف من هالشغلة كتير ليش التحقت بالجيش لكان؟ بحياتك أنا خايف؟ أي حاجتك تنبيس؟ ولا لتكوني نسياني أهلي مين بيكونوا؟ أنا أول ما أدعس على أرض المعركة راح بيد كل أعدائي على الخالص يا خانم. بس أفكاري عن الوطنية مختلفة شوي. تعالي لقلك، تاتا وبيرلا من الجيشي؟ لا، بس فعلاً هن مدعاة لفخر الأمة وهن اللي عم بيخدموها، وأنا انضميت للجيش لأبسط جدي وبس 3-4 سنين وبعدين بوشي على أمريكا ورح أبدأ هنيك بشغلي الخاص. وشوفيني رح طلع دولارات كتير ورح أخدم الأمة. سيدي. نعم. اتصال من جدك. وين التليفون؟ هنيك سيدي. تفضل. تفضل أنت سيدي. ساكشي، بيقولوا إنه الشخص اللي بتتخانقي معه على الطالعة والنازلة غالباً هو أكتر حدا بتحبيه. كيف؟ ليش ممكن حدا يحبه لهاد؟ عن جد؟ هلا هو مانو شاب سيء، بس لازم يبطل يخدع الناس. اسمعني شوي، هو انضم للجيش لحتى يرضي رغبة جده وبس. ايه بس مانو لطيف ابدا. الو ايه جدي؟ وعدتني تجي هالمرة. شو يعني ما قدرت تجي؟ اسف يا ابني، المشاكل بكشمير عم تتفاقم وما في اترك. الحكومة عينتني مستشار أمني ولازم روح اطلع على الوضع هني. طيب يا جدو، لإمتى رح تضل تخدم هالبلد؟ صار الوقت لحتى ترتاح ما هيك؟ وإلا فشو فقتنا نحنا؟ نحنا هون نخدم الوطن، نحنا جيل الشباب. أنا عم انتظر لهداك اليوم اللي بدك تفوت فيه على ميدان المعركة. طبعا جدي، يوم اللي رح انزل على أرض المعركة رح بيد جنود الأعداء كلهم. خلص 10 لعيون الهند و10 لعيونك و10 لبابا و10 لماما و10 لي كمان. وصدقني ما رح ارجع قبل ما اقتل على قليل 60 جندي للعدو. ايه مصدقك يا ابني. طيب يا جدي، صحيح اذا قتلت 20 زياده رح اعتبر هدول مكافاه لرفقاتي. دير بالك على حالك جدي، سلامتك، باي باي. سمعتوا شو حكيت؟ لك تريلوك والله شغله حلوه. ما أتاري أبوك وجدي بيشبهوا بعضهم كتير. أبوك طلب منك تقتل 25 عدو وجدي بده ياني أقتل 50. هلأ جدي هو أبو لأبي بالنهاية، بس بده ياهم مضاعفين، وأنا من عندي قلت إني رح خليهم 3 أضعاف. كونان، مو خجلان من حالك بالمرة؟ لا لا، قولي بالك ما حكينا شيء. أنت كونان، لك تبصوا أنا فرسيك لسه عم تضحك على الكل. كونان استناني شوي. لك استنى كونان، وين رايح؟ طلع لقدام عادي.